الصيف هو أفضل وقت بالنسبة لسيرجيو غارسيا، فنشاطه يزدهر عندما يأتي معظم السياح إلى مدريد. تشمل جولته اليومية المرور بالقصر الملكي في قلب المدينة القديمة، أحد أكثر المناطق جاذبية للسياح في مدريد والمقر الرسمي للعائلة المالكة الإسبانية. درس سيرجيو غارسيا فن السينما، لكنه يقود سيارة أجرة منذ عقدين. لا توجد مهنة أخرى تتعامل فيها بشكل أكبر مع شخصيات متنوعة وتسمع العديد من القصص الشخصية. تعلمت الكثير عن العلاقات الإنسانية، إضافة إلى الاختلافات بين الناس أو تشابههم، وبت أحب ذلك. لكن سيارة الأجرة هي في المقام الأول وسيلة نقل، وبالنسبة للكثيرين هي أفضل وسائل النقل في العاصمة الإسبانية، وذلك منذ أكثر من قرن. أول سيارة أجرة بمحرك عرضت في عام 1909. في البداية كانت بديلة للعربات التي تجرها الخيول. لم يكن هناك نموذج سيارة محدد، وفي الخمسينيات تم إدخال النوع الجديد من سيارة سيتروان، وكانت سوداء في ذلك الوقت. في الستينيات ازداد عدد سيارات الأجرة، وكانت مدريد إحدى المدن الأوروبية التي يوجد فيها أكبر عدد من سيارات الأجرة. اليوم هناك 15,000 سيارة أجرة في مدريد، أي أكثر مما يوجد في نيويورك. المؤرخ الإسباني خافيير ليرالتا يفسر هذا التطور بعدم وجود بنية تحتية آنذاك. لم يكن هناك مترو أنفاق في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ولا قطار للضواحي، والحافلات لم تكن منتظمة. كانت سيارة الأجرة هي السبيل الوحيد آنذاك للوصول بسرعة إلى المدينة. تحسنت البنية التحتية، لكن سيارات الأجرة ظلت كثيرة كما هي، وباتت تشكل جزءا من مظهر المدينة. من يبحث عن سيارة أجرة في مدريد لا ينتظر طويلا، خصوصا في شارع جران فيا، وسيرجيو غارسيا يمر دائما من هنا. لكن مكانه المفضل أكثر هدوءا، وهي ساحة سانتا أنا، حيث يقضي استراحة قصيرة. ولد جدي بالقرب من هنا، إلى جانب ذلك أحب التوقف في هذا المكان مساء نظرا لهدوئه، حيث أستطيع الاسترخاء والحديث مع زملائي وتناول المشروبات بكل بساطة. الاستمتاع باللحظة. في أيام الصيف الحارة في مدريد تكون قيادة سيارات الأجرة مربحة. مكيف الهواء في السيارة يكون منعشاً عندما تصل الحرارة 40 درجة مئوية، ودفع يورو واحد عن كل كيلومتر يعتبر مبلغاً منخفضاً نسبياً. التنقل بسيارة أجرة ليس مكلفاً في الواقع، والجلوس فيها أكثر لطف من انتظار الحافلة في الحر. لكن سيارة الأجرة أكثر من مجرد وسيلة نقل، ففي كل أسبوع تقريبا يفصح أحد الركاب لسيرجيو غارسيا عما يختلج في صدره. طلبت مني إحدى السيدات ذات يوم نقلها إلى طبيب نفساني، وعندما سألتها عن حالها سردت علي قصة حياتها بالكامل. وعندما وصلنا طلبت مني مواصلة القيادة قائلة إن كلفة سيارة الأجرة أقل من كلفة زيارة الطبيب، وأنا أطلق على ذلك العلاج بالتاكسي. يسأل سيرجيو غارسيا أحياناً عن الأماكن التي ينصح بالذهاب إليها، فلمشاهدة غروب الشمس مثلاً ينصح بالذهاب إلى تل عند حديقة كازا دي كامبو للتمتع بالإطلال على مدريد. سائق سيارة أجرة وطبيب نفساني ومرشد سياحي، أي مهنة تتيح كل ذلك؟